وأكد المستشار عمر مروان أن الدولة المصرية كفلت العيش الكريم للاجئين وطالبي اللجوء، مضيفا أنه صدر في 2016 قانون يجرم جميع أشكال تهريب المهاجرين ويقرر حقهم في العودة الطوعية ويلزم الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم. وكفلت الدولة العيش الكريم للاجئين وطالبي اللجوء، وبلغ عدد المسجلين حاليا لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين في مصر 250 ألف لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، إضافة إلى نحو 5 مليون مواطن، إذا 5 مليون شخص فر معظمهم من النزاعات المسلحة في دول الجوار الجغرافي ولم يطالبوا بوضعية اللجوء، وذلك لسهولة اندماجهم في المجتمع المصري حيث لا يتم عزلهم في معسكرات ويتمتعون بجميع الخدمات الأساسية المتوفرة للمصريين من سكن وتعليم وصحة وغيرها. والتزاما بتعهداتنا الدولية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، صدر في عام 2016 قانون يجرم كافة أشكال تهريب المهاجرين ويقرر حقهم في العودة الطوعية ويلزم الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم، كما أنشئت في عام 2017 لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى عام 2026. وكان من ثمرة الجهود المبذولة في هذا المجال عدم خروج أي سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ نهاية عام 2016.